في مشهد لم يعتاده المصريون منذ سنوات، تخرج تظاهرات في عدة محافظات منها القاهرة والإسكندرية والسويس ودمياط، وهتافها يعيد إلى الأذهان ذكريات مضى عليها ما يقارب العقد من الزمن. ارحل، الشعب يريد إسقاط النظام. هذه التظاهرات بالنسبة لمؤيدي النظام الحالي في مصر ليست سوى مؤامرة خارجية، أعداد من خرج فيها لا يتجاوز آلاف قليلة، تريد إعادة حالة الفوضى للبلاد، وجماعة الإخوان المصنفة إرهابية ضالع أساسي فيها. مؤيدوها والذين حركتهم دعوة المقاول والممثل المصري محمد علي يقولون وإن أقروا بقلة عدد من خرج، يقولون إن حاجز الخوف قد كسر. بعد التظاهرات تم اعتقال العشرات ممن تظاهروا. ما دلالات التظاهرات الأخيرة في مصر؟ وهل تتوقعون تصعيدا أم انحسارا لها؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. منذ صباح كل وسائل نقطة حوار ونوافذها الإلكترونية يتابعها زميلي محمود القصاص. محمود، أهلا بك. أهلا محمد. محمد، المظاهرات التي شهدتها مصر مؤخرا أثارت سيلا من التساؤلات، هل كانت الفيديوهات التي بثها الفنان والمقاول المصري محمد علي كافية فعلا تحريك الشارع، أم أن هناك جهات أخرى تقف وراء هذه المظاهرات؟ وسؤال آخر، هذه المظاهرات هي مجرد حراك محدود ضعيف سيتم احتوائه، أم هي بداية حراك أوسع سينتشر مستقبلا؟ غيرها من التساؤلات الكثيرة حول ما حدث مؤخرا في مصر، سنحاول التعرف على إجابات المشاركين في الحوار عنها لاحقا في البرنامج، فتابعوا. سأعود لعرض هذه الآراء يا محمود، شكرا جزيلا. أنا أيضا معي مجموعة من الآراء على خطوط الهاتف. بداية أرحب بعبد الرحمن ومرقص ومحمد من مصر، أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع عبد الرحمن يتحدث تحديدا من الجيزة. يا عبد الرحمن أهلا بك، لماذا خرجت هذه التظاهرات برأيك الآن، وحجم من خرج هل يؤشر للقادم تعتقد؟ والله هو بالتأكيد يعني حجم اللي نزلوا في المظاهرات دي كان طبعا بعض الجهات الخارجية أو بعض القنوات اللي هي مثلا ضد الدولة المصرية، هي كانت يعني كل التظاهرات دي بالتأكيد يعني طبعا هي ضد استقرار البلد وضد مصر، ضد هدم مصر. طبعا احنا شفنا كل الدعوات اللي هي جايه من قناه الجزيره وكل الفيديوهات المفبركه اللي كانت موجوده ديت، فطبعا احنا عارفين ان هي طبعا كلها حاجات مفبركه. طيب هذا عن التغطيه او الفيديوهات التي نقلت، لكن هذا لا ينفي ان في بالفعل اصوات خرجت الى الميادين المصريه، والطلبات ليس فقط معاناه اقتصاديه او ظروف اقتصاديه، ولكن حتى بعضهم هتف برحيل النظام بالمجمل. لاول مره تخرج هذه التظاهرات، البعض يقول ان حاجز الخوف بها كسر ربما، وربما تاتي تظاهرات اكبر حجما. لا انا ما اتوقعش ان يكون في مظاهرات اكبر حجما بالنسبه للدعوات ديت. احنا شفنا مثلا بعض القنوات مثلا زي قناه الجزيره اللي جت مثلا كانت بعد مباراه الاهلي والزمالك كان يوم الجمعه اللي فاتت، وقال لك ميادين مصر كلها في حاله من الاحتقان، في ثوره غضب، في غضب كبير في شوارع مصر، في المنصوره، في السويس، في القاهره. طبعا بالتاكيد كل الناس ذهبت لميادين زي التحرير او زي السويس او زي المنصوره، ما فيش اي حاجه، طبعا كل القنوات كانت موجوده ديت. بعد كده بعدها بيوم قناه زي قناه الجزيره اوضحت ان بعض الصور اللي منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي بعض كانت لبعض الجماهير اللي هي كانت بعد مباراه مصر وفي اول مباراه في افريقيا، احتفال الجماهير المصريه بصعود منتخب مصر لكأس العالم 2018. كل ده طبعا كان واضح، وهي في نشراتكم اللي كانت على قناة الجزيرة يوم السبت. طيب يا أشارك للكلام ده. دعنا من قناة الجزيرة بس أرجوك، لأن أنت تتحدث عن تغطية ما حدث، لكن
هل معنى ما تقوله أن لم تخرج مظاهرات مثلا تعترض على الوضع الاقتصادي أو حتى تطالب ببعض التغيرات السياسية؟ نعلم جميعا أن الوضع الاقتصادي في مصر ليس على أفضل أحواله، والمصريون أنفسهم يشتكون كثيرا من ذلك. لماذا تستبعد فكرة أن هناك بالفعل تظاهرات خرجت مطالبة ببعض التغيرات على الأقل على المستوى الاقتصادي؟ مش على المستوى الاقتصادي، احنا طبعا المستوى الاقتصادي احنا بنتكلم اللي احنا في حزب حسني مبارك اخر 10 سنين كان في مشاكل اقتصاديه، بعد كده جت ثوره 25 يناير 2011، بعد كده فتره مجلس عسكري، فتره الاخوان المسلمين. طبعا كان الوضع المصري كان بيمر بازمات كثيره جدا، شفنا يعني بعض الفوضى، بعض المظاهرات، بعض الحروب ضد الاقتصاد المصري، ضد وقيع بين الجيش وبين الشعب المصري. فموضوع الاقتصاد ده قبل 2014 او قبل ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى أو الثانية، وفي مشاكل اقتصادية موجودة جدا، هي موجودة بالتأكيد، بس المشاكل استمرت رغم وعود بإصلاحها. حاضر تمام، احنا كنا بنتكلم اللي عشان تعمل اصلاح اقتصادي لابد من الذهاب للصحراء. احنا كمصريين بنعيش على 5% من مساحة مصر، لازم نبص للمشاكل، يعني نبدأ نبص للصحراء. ده اللي بالفعل شفناه، شفنا العاصمة الإدارية الجديدة، شفنا في العالمين، شفنا في أسيوط الجديدة، شفنا المنصورة الجديدة، شفنا في توسعات، شفنا في طرق بتتعمل، محور رود الفرج، مرسى مطروح، طرق، شبكة طرق، بداية بناء مصانع. بالنسبة للتعليم طبعا احنا لو جينا نشوف اي تجربة في العالم زي مثلا التجربة السنغافورية لكوان لي ولا التجربة اليابانية، طبعا احنا مش هنعمل زيهم. زي كوان لي طلع للشاب السنغافوري عشان تتقدمهم، احنا قدامنا عقود من السنين عشان نبدا نشوف. طيب يعني هو افهم من حديثك عبد الرحمن ان في تغيير انت راضي بتغيير مرحلي، وانت تشكك تماما واضح في هذه التظاهرات التي خرجت ودوافعها، سواء حجم من خرج نظرا لبعض التغطيات الاعلاميه او حتى دوافع بعض من خرج بالفعل في مصر. عبد الرحمن شكرا جزيلا، ادعوك ان تستمر في متابعه نقطه حوار اليوم للاستماع لوجهات نظر عده، من بينها ضيفي الان عبر خدمه سكايب من تورونتو في كندا الدكتور ثروت نافع، عضو لجنه الدفاع والامن القومي في مجلس الشورى السابق. يا دكتور ثروت اهلا بك. لن أذهب إلى ما قاله عبد الرحمن، فكرة أن ربما لا توجد تظاهرات وأن التغطية الإعلامية فقط من بعض القنوات هي التي تسببت في إحداث كل هذه البلبلة، لكن المعارضون أنفسهم اعترفوا أن الأعداد التي خرجت هي أعداد قليلة جدا، بعضهم حتى قال أنها ربما تتجاوز بضعة آلاف. هل هذا مؤشر على حجم الغضب الحقيقي في مصر؟ يعني عندما تقارن حجم من خرج بمئة مليون مصري، ألا تجد أن الأمر فيه بعض الافتعال؟ أهلا وسهلا بحضرتك. لا الحقيقة أنا ما يعني ليس فيه أي نوع من أنواع الافتعال على الإطلاق، لأن الثورات لا تقوم بعدد الشعب بالكامل، يعني هي بتكون بنسبة بتعبر عن غضب الشعب، بينضم ليها يعني باقي أفراد الشعب حتى ولو انضماما معنويا. ثورة 25 يناير، يوم 25 يناير الأعداد كانت أقل بكثير من الجمعة الماضية، لم في يوم 25 مش 28، 28 انسحبت الشرطة وانضم أعداد كبيرة من الشعب. المعجزة في موضوع الجمعة الماضية اللي احنا بنعتبرها نقطة تحول في هذه المرحلة، ان لم يكن يسمح بأن ينزل إلى الميدان فرد واحد إلا وقبض عليه ووضع في السجن لمدة عشرات السنين أو 10 سنوات حكم أو 15 سنة لمجرد أنه رفع لافتة عليها ارحل أو لا لتعديل الدستور. أما في يوم الجمعة فنزل كما ذكرت حضرتك أو كما يقول البعض بضعة مئات أو آلاف، ووصلوا إلى ميدان التحرير رغم أن الدعوة لم تكن النزول إلى الميادين، الدعوة كانت النزول أمام المنازل، فهذا يعبر عن كم الغضب الذي عبر عنه هؤلاء. وإن لم يكن هؤلاء في الشارع فلماذا يقبض النظام الآن على أكثر من 400 فرد في نيابة أمن الدولة ويحبسهم 15 يوم النهاردة؟ لا أحد، لم يذكر أحد يا دكتور أن هؤلاء لم يخرجوا، الجميع يقول أنهم خرجوا، لكن السؤال الآن عن من حركهم للخروج ودوافعهم. النظام يتحدث بشكل مباشر عن مؤامرة حقيقية، ربما الغضب من الأوضاع الاقتصادية مفهوم ومنطقي نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار في مصر، لكن الدعوة لإسقاط النظام وتغييره
ألا تضع علامة استفهام حول نوايا هذه التظاهرات الآن في هذا التوقيت؟ البعض قال إنه هدم للدولة بشكل مباشر وليس فقط ثورة على أوضاع اقتصادية. على العكس تماما، يعني هذه المرة بالذات خرج الناس ومستوعبون درس 25 يناير، يعني لم يخرج الناس يقولوا احنا عايزين نهدم الدولة، كل الأحاديث وكل حتى المعارضة اللي في الخارج وحتى الجميع بيقول احنا بنحترم مؤسسات الدولة، بنحترم مؤسسة الجيش خاصة، نعلم أن فيها الكثير من الشرفاء الذين يرفضون بيعة إيران وصنافير والتنازل عن مياه النيل، نعلم أن كثير من الأجهزة الأخرى أيضا ترفض ذلك. اللي حصل أن الفساد استشرى بصورة لم تكن مسبوقة حتى منذ 1952، منذ أول انقلاب عسكري في مصر في فترة النظام الحالي. واللي أساء الناس أكثر ليس فقط الأوضاع السياسية، المصريين يضحك عليهم من سنة 52 بأن شدوا الحزام والوضع الاقتصادي سيتحسن، ويروا الفساد بأعينهم بأن الوضع الاقتصادي يتحسن لطبقة معينة هي التي تسيطر على الحكم، أما باقي الشعب فعليه أن يصبر، وهو يصبر من 52 لم يتحسن ولم يتحسن. كانوا بيقولوا لهم الحروب هي السبب، انتهت الحروب، قالوا لهم السلام هو السبب، انتهى السلام. يعني عملية الكذب الممنهج أصبح لا يستصيغه أي مصري. لكن أن يستشري الفساد ويخرج من داخل المنظومة من يفضح هذا الفساد، وهناك مواطن مش قادر يعالج ابنه من الكيماوي أو يوديه مستشفى، فيخرج رأس الفساد ويقول أيوة أنا ببني وحبني قصور، رغم أنه هو في مواضع أخرى قال لهم إحنا فقراء قوي ونحن أمة العوز، هذا فجر مشاعر المصريين البسطاء الذين صدقوا هذا الهراء حينما قال لهم أنه سيغنيهم وأنهم دولة فقر وأنهم دولة عاوز عليهم أن يصبروا، ثم فوجئوا بأنه ينفق هو وأولاده وشلته من جيوب المصريين على أماكن الرفاهية والترفيه. طيب لكن هذا بناء على شهادات معينة، تحديدا من حرك كل ذلك؟ خرج بين قوسين كما وصفت أنت من منظومة الفساد، أنت تتحدث عن محمد علي على وجه التحديد، والذي عليه هو الآخر علامات استفهام كثيرة ستوقف عندها كي أطرح عليك وجهات النظر الأخرى يا دكتور. لكن أدعوك أن تسمع لهذه المشاركة المصورة، مجدي ملاك أرسل بها من القاهرة، له وجهة نظر في حديث اليوم. ممكن تكون في أخطاء، ممكن تكون في عدم ترتيب للأولويات في البلد حالياً، يعني احنا مش انا مش صاحب قرار ان انا احكم على ده، لكن اللي عاوز يعارض معارضة وطنية، يعارض بطريقة تحافظ على البلد مش تدمر. مع الاسف الاخوان بطريقة او باخر مصرين ان هم يوجهونا لنفس طريق 2010، ما اعتقدش ان الناس في مصر حابة الطريقة دي، واعتقد الاخوان ليهم هدف مش الحكم، ده برضو في وجهة نظري هو التفاوض، هم عايزين يتفاوضوا على المعتقلين، يتفاوضوا على الناس المحكوم عليها، يتفاوضوا على الشباب اللي جوه السجون اللي بعضهم احيانا ممكن ما يكونش ليه ذنب. هذا رأي مجدي ملاك بالتأكيد. قبل ان نعود الى دكتور ثروت مرة اخرى، محمد من القاهرة، يا محمد اهلا بيك وتفضل اطرح وجهة نظرك. بحضرتك واهلا بضيوف حضرتك، بس انا احب بدايه اشكر البي بي سي على تناولها الموضوعي وحدايتها اللي يعرفها المصريين ويعرفها جميع الاعلاميين ان البي بي سي مرجعيه، وده ليس اطراء ولا ليس يعني. شكرا جزيلا يا محمد، لكن بالرغم من ذلك موقع بي بي سي حجب في مصر للاسف. لا ما انا هقول لحضرتك بقى يعني دعنا نتكلم في صلب الموضوع. هو يعني الاستاذ اللي مع حضرتك اسمه الاستاذ ايه؟ الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق. دكتور ثروت واضح أنه هو يأخذنا في الحديث في اتجاه أن يوجد ثورة في مصر، وينسى الدكتور ثروت أن ما يعني أن مصر فيها معارضين ومصر فيها إخوان ومصر خارجة من ربيع عربي واضطرابات شديدة لم يشهدها العالم من قبل في المنطقة، ونسي ان في حلفاء للاخوان، ونسي ان في مخابرات قطريه ومخابرات تركيه ونفوذ اقليمي لهذه الدول ومخابرات ايرانيه نفوذ اقليمي، رات ان مصر نفوذها رجع في المنطقه بقوه شديده جدا جدا جدا، ورياداتها ابتدت ترجع. والموضوع اساسا موضوع بدا باشكاليه مع رئيس الجمهوريه كطار شخصي ما بينه وبين فرد تاني. المصريين لا ينسوا ان كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انه رجل شريف ومخلص. هذا رجل شريف ومخلص فعلا،
لأن هذا الرجل حضرتك ببساطة شديدة لأي حد مش محتاج، أنا طبيب ويعني من المفترض أنا على درجة يعني حد الأدنى من المعرفة المطلوبة عندي، والبسطاء يعلمون تماما أن هذا الرجل هو الذي جعل من أيام ما كان رئيس المخابرات هو اللي حافظ على صلابة الجيش المصري، واستمرت هذه الصلابة في الاستمرار بعد ما مسك وزير الدفاع وحفظ عمود الخيمة لمصر التي العمود الذي وقع في جميع الدول المجاورة. طيب أنت تتحدث عن الجيش على وجه التحديد يا محمد، على عبد الفتاح السيسي بوجه خاص كفرد من أفراد الوطن المصريين الشرفاء؟ لا أنا بتكلم على فكرة عمود الخيمة الجيش. مظبوط، وكان مسؤول عنه هذا الرجل. طيب جيد، لكن الآن لدينا من حرك هذه الدعوات على الأرض، وأكيد أنت تابعت الفيديوهات التي انتشرت. من حركوا هذه الدعوات حضرتك؟ يعني أي بلد؟ يعني حضرتك هل نعتبر الأستاذ بيقول أو الدكتور بيقول إن السطرات الصفراء في فرنسا دي ثورة في فرنسا؟ طيب أنا في أي مكان ثورة؟ طيب أنا بس أريد رأيك على مرة أخرى الفيديوهات التي نشرت ومنسوبة للممثل محمد علي، بس خلينا نسمع بعض يا محمد، أنا ما سألتش لسه. يعني الفيديوهات المنسوبة إليه والحديث عن فساد داخل المؤسسة اللي أشرت إليها، فكرة عمود الخيمة هذه، تأخر الرد بشدة للخروج بشكل رسمي للحديث بنقاط واضحة وحقائق واضحة ووثائق الرد على هذه الفيديوهات إن كانت ليست صحيحة. ثم بعد ذلك كما قال ضيفي الدعوة كانت للخروج أمام المنازل، لكن فوجئنا بالناس في الميادين، ما يعني أنهم تفاعلوا معها. الألات ولا الألات بالميادين لا تعني ثورة في مصر. لماذا نسميها ثورة ومتمثلها إنها؟ طيب تسميها إيه؟ تسميها احتجاجات تظاهرات مغاربة تجمعت استغلالا للظروف اللي هم حضرتك يعني منظمين يستخدموا التواصل الاجتماعي والفيديوهات التي لم تكن موجوده من قبل، وثورات والجيل الرابع من الحروب. وتناسوا حضرتك تناسوا ان الرئيس كان شجاع جدا ان هو اتكلم عن اصول عبد ابن قصور. حضرتك لماذا لم يقولوا ما نسبه تكلفه القصور بالنسبه للتريليونات في المشاريع بتاعت التأمين الصحي والنقلة النوعية في التأمين الصحي اللي كان حلم المصريين، والقناة كويس والطرق وحاجات كتير جدا 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 بينقل، وهو واخدها عبد الفتاح السيسي واخد مصر مخروبة واخدها متوقفة تماما. تناسينا كل هذا مصريين وجايين على واحد يعني طبعا لا أملك أن أقيمه، بس واحد مظهره يقول هذا الرجل نصف هذا الرجل أترك أو نشك في شرف وأمان وإخلاص. طيب هو الأمر ليس شخصي، سواء شخص هذا الرجل أو من هو على وجه التحديد، ولا طبعا شخص الرئيس. الموضوع أكبر من الشخوص في حد ذاتها، لكن ما ذكرته سأطرحه على ضيفي يا محمد. شكرا جزيلا دكتور ثروت. أنت نفسك قلت أن فكرة الضحك على المصريين عدى وقتها بشكل أو بآخر، وقلت أن رجل خرج من منظومة الفساد تحدث عنها. هل يمكن أن نثق بشخص خرج من منظومة الفساد بالشكل الذي ذكرته، وفي النهاية كشف هذه المنظومة لأنه لم يتفق مع هذا إذا كان ما يقوله صحيح أصلا، وبقدرته كذلك على تحريك الشارع بالطريقة التي تفضلت وأشرت أنت إليها، لأنه خصوصا حتى في الفيديوهات الأخيرة له هو يتحدث عن تفاصيل تبدو يعني عذرا لكن أكبر بكثير من الطريقة التي يتحدث بها، وكأن هناك مخطط ما شخص ما يرسمه إليه، وهو ما ألمح إليه الكثير من مؤيدي النظام. طيب قبل ما أعقب على السؤال، بس يعني واضح أن مصر حجبت موقع البي بي سي، لكن بعت ناس من عندها تتكلم يعني أو الجهات اللي هناك. الأخ اللي رد على حضرتك بيقول أن أنا ما عنديش فكرة وأن أنا قلت ثورة، وأنا لم أذكر كلمة ثورة، أنا قلت الناس اللي نزلت، لم أذكر كلمة ثورة، وإن كنت أعتقد أنها موجة ثانية يعني. الحاجة الثانية ما فيش داعي ان احنا نخش في شخصانة الموضوع، انا مش هرد على الشخصانة في الموضوع. الاستاذ المقاول محمد علي لم يذكر ان هو اي جاي او مسافر، ده واحد بيقول انا فاسد
كنت فاسد واللي حصل كذا كذا، وانا ما عنديش اوراق كمان لان الاوراق بتاعتهم هم، لكن عندي وقائع بالاسماء. طب بس كيف اصدق؟ طب انا يعني عذرا يا دكتور، حتى نحترم عقل المصريين او من يتابعنا، ما انا ممكن اقول على حضرتك ما اشاء دون وثائق او دون اوراق، هل يسمح لي بذلك؟ هل تصدقني؟ ما انا بكمل لحضرتك. هو قال انا عندي اماكن صوروها، روحوا بصوا عليها، المصريين اللي عايشين في مصر عارفين اماكنها، وده اللي حصل. لو تصدقين المصريين اللي جوه عارفين كويس قوي كميه الفساد اللي موجوده، وعارفين اللي بيحصل. اللي حصل المصريين تفاعلت مع هذا الكلام. انا مش شايف ان محمد علي اخوان، وشايف ان تهمه الاخوان اللي كانت بتلقى على كل واحد، انا مؤسس الجبهه الليبراليه المصريه وكانوا بيقولوا عليا بقى اخوان، فيعني مؤسس للجبهه الليبراليه، فيعني التهم اصبحت سخيفه وقميئه وليس لها معنى، زي كلمه عبد الفتاح السيسي هو اللي قوم الجيش وكمدير مخابرات. مدير مخابرات ده كان لواء، يعني اقل رتبه كانت في المجلس العسكري وكان احدث واحد في المجلس العسكري، ازاي هو اللي اقام الجيش؟ جيش مصر ما كانش بيقيمه عبد الفتاح السيسي، جيش مصر حاجه مؤسسه كنا ننتمي اليها وما زلنا نحترمها، وابائنا كانوا ينتموا اليها، وسال من في دمائها، من دمائها على ارض تيران وصنافير، من كانوا يدافعوا عن تيران وصنافير ولم يبيعوا تيران وصنافير. فكره التشكيك في مصداقيه محمد علي اللي خلى الناس تصدق محمد علي ان هو نفسه شكك في مصداقيه نفسه، قال لهم ما تصدقونيش، انا بقول الكلام دوت، عايزين تصدقوه تصدقوه، انتوا واحدين جوه مصر وعارفين اللي بيجرى جوه مصر، وادي الكلام وادي الواقع. المصريين صدقوه، هو تكلم. هل صدقته انت عندما بدا يتحدث عن مرحله ما بعد السيسي وهيكله هذه المرحله والطريقه التي يفترض ان تدار بها المرحله الانتقاليه بناء على الفيديوهات السابقه؟ هل اقتنعت بما قالوا انه يعمل بمفرده؟ لا، انا ما عنديش حاجه. انا بسال رايك، انا لا اسال عن ادله، انا بسال رايك. يعني انا رايي الشخصي ان قد يكون هناك داخل منظومه السيسي، داخل منظومه النظام الحالي، داخل النظام الحالي هناك زي ما ذكرت حضرتك، هناك كثير من الشرفاء الذين يعني لا يرضون عما تم فعله وما يتم داخل مصر الان، وخاصه منذ بيع تيران وصنافير وتعديل الدستور والتنازل عن مياه النيل والازمات التي تواجهها مصر. ومصر ما كانتش مخروبه زي ما قال المداخله اللي قبل كده، مصر كانت يعني الدين الخارجي بتاعها اقل من 30 مليار، والثوره لم تحكم اكثر من سنه، يعني حتى في حكم الاخوان اللي انا كنت ضده واللي انا ما زلت شايف ان هو كان حكم خاطئ، ما لحقتش الثوره تحكم يعني، والمجلس العسكري هو اللي كان بيحكم قبل كده. السنتين دول السيسي بقى له دلوقتي 5 سنين، قدهم 3 مرات، ضاعف ديون مصر الخارجيه اكثر من 100 مليار، هو طيب. كده 30 مليار. مش هدخل في التفاصيل، انا بس اريد ان ادعوك ان تستمع لمشاركه اخرى. شحاته تحديدا هو من الشرقيه، محافظه الشرقيه في مصر، ارسل بمشاركه مصوره لانه يريد ان يعرض وجهه نظره في برنامجنا. بالنسبة للمظاهرات، مفيش مظاهرات في مصر، 50 واحد بس ولم يدخلوا ميدان التحرير، اللي حاولوا يدخلوا ميدان التحرير وما دخلوش، ونحن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع جيش مصر، وتحيا مصر ويسكت الإرهابي. شحاتة من مصر، مرقص من المنيا. قبل أن نعود إلى الدكتور ثروت مرة أخرى، مرقص اتفضل اطرح وجهة نظرك. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك. انا في الاول احب اعقب على كلام الدكتور ثروت واقول شايف السيسي باعتهم، احنا ما حدش بيبعتنا، انا اللي باعتني واللي دافعني هو حب مصر اولا واخيرا، لان انا راجل قومي مصري مؤمن بالقوميه المصريه. لكن هو بنظريه كلامه هم كده متعودين دايما على ان هم بيبعتوا ناس. انا احب اوضح في ايجاز النقطة الوحيدة اللي أحب أوضحها، مين اللي دفع الناس دي للتظاهر؟ اللي دفع الناس دي للتظاهر هم نفسهم، نفس القيادات والكوادر اللي دفعت الناس للتظاهر يوم 14 أغسطس الأسود، يوم الأربعاء الأسود، لإحراق مراكز الشرطة وإحراق مؤسسات الدولة وإحراق الكنائس المصرية. هؤلاء الإرهابيين المسلحين هم يسعوا الآن لإثارة الفوضى وإثارة التخريب وفرض البلطجة من أجل هدف واحد، هو عودة حكم الإسلاميين مرة أخرى لمصر. والعقبة الوحيدة في سبيل تحقيق هدفهم هو الجيش المصري، الجيش المصري الذين يحاربونه بكل قوة وبكل سمات عن طريق المخططات والمؤامرات، الحلف المعروف حلف الشر، محور الشر الذي يحارب الجيش المصري هو محور الشر، النظام التركي وجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الإرهابية المتحالفة معاها بالتمويل القطري. معايا أستاذ محمد؟ معاك يا مرقص. هم دول محور الشر. طيب هل نحن امام احتماليه لتصعيد هذه التظاهرات بما انه قيل لاول مره يكسر حاجز الخوف بين قوسين، فبالتالي هل هذا مرشح للزياده ولا ستستطيع السلطات المصريه ان تتعامل معها وتحتويها؟ يا استاذ محمد ما فيش حاجه اسمها حاجز خوف، في خوف على مصر
احنا خايفين على مصر، خايفين على الدولة المصرية، عايزين نحافظ على قوام الدولة، لان هدم الدولة معناه هو ان احنا هنلاقي نفس مصير الشعوب اللي حوالينا. هدم الدولة يعني ايه؟ يعني عودة الاسلاميين للحكم، يعني عودة هتكون عودة شرسة، عودة انتقامية هيتم بيها اجراءات ثورية، محاكم ثورية. مرقص يعني شكرا جزيلا على المشاركة، وخليني اوجه اخر سؤال ذات السؤال ليك يا دكتور، فكرة المستقبل المنتظر، لأن أحزاب كثيرة حتى من ضمنها أحزاب يسارية كثيرة، حزب الوفد، حزب التجمع، حزب الجيل وغيرها، صنفوا ما يدور على أنه مؤامرة، رفضوا الدعوات المشبوهة بين قوسين للتظاهر، وقالوا أن الإخوان المسلمين هم من يحرك هذه الأمور بشكل أو بآخر. هل ستزداد هذه الدعوات؟ ما طريقة التعامل معها تعتقد في المستقبل الأقرب؟ يعني انا ما اعتقدش ان في حياه سياسيه في مصر عشان يطلع بيان من حزب او طبعا الحركه المدنيه النهارده مطلعه بيان، يا ريت حضرتك تذكره برضه، اللي هي من المعارضه، وبرضه حزب الكرامه اللي تم القبض على نائب رئيسه والتيار الشعبي، دول برضه مطلعين بيان بيقول عكس كده تمام. لكن هناك من المعارضه الكرتونيه التي صنعت من اجل النظام، زي مداخلات حضرتك كده كلها واضح ان احنا كمصريين، وحضرتك مصري عارف كويس قوي ان المصريين ما بيتكلموش باللغه دي، المصريين العاديين يعني ما بيقولوش النظام التاسيسي وعمود الخيمه والحاجات دي، لكن احنا عارفين ده تامر من غمره من ايام الثوره والحاجات اللي احنا كلنا سمعناها، ومع ذلك انا محترم كل الاراء يعني، بس برضه المفروض نجيب الاراء الثانيه اللي بتقول الاراء الثانيه هتكون في النصف الاخر من البرنامج يا دكتور، تابع ارجوك ما تقلقش. الاخوان انا ماليش دعوه بالاخوان، والاخوان لو الاخوان اساسا اصبحوا تنظيم منقسم على نفسه، والاخوان ما عرفوش يقوموا حاجه في الست سنين اللي فاتوا وانقسموا على نفسهم وما بقاش ليهم اي قوه في الشارع. اللي بيحصل ده تفاعل، يعني اللي انا شايفه من وجهه نظري تفاعل طبيعي من الشعب المصري نتيجه الحاله اللي هم عايشينها، سواء كانت انغلاق المجال العام او الحاله الاقتصاديه. طيب سؤالي سريعا، هل سيزيد هذا التفاعل تعتقد ولا سيتم؟ نظري ان هو سيزيد، واعتقد ان الفتره القادمه، لان هناك من داخل المنظومه من يكره او من لا يريد الاستمرار في هدم الدوله المصريه، لان اللي هيهدم الدوله المصريه هو بقاء ما الحال على ما هو عليه وليس تغيير راس النظام. طيب. يعني انا اعتقادي ان الجيش جيش وطني، وان المؤسسات بها الكثير من الشرفاء الوطنيين الذين يريدون ان يحافظوا على تراب مصر وعلى الدوله المصريه كما نحن نريد ان نحافظ على مصر وعلى تراب مصر وعلى الدوله المصريه. واعتقد ان يعني ازاحه عبد الفتاح السيسي راس النظام في هذا التوقيت هو افضل الحلول وتغيير المناخ السياسي في مصر. طيب. الان شكرا جزيل الشكر يا دكتور. دكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى سابق، كان معي عبر سكايب من تورونتو. جزيل الشكر. لاحقا سأعرض مجموعة مختلفة من وجهات النظر المختلفة والمتعددة، لكن سريعا إلى زميلي محمود القصاص يتابع الحوار الدائري الإلكترونية منذ الصباح. محمود أهلا بك. الفيديوهات اللي نشرها الممثل والمقاول محمد علي، هل كانت كافية لتحريك الشارع؟ يعني البعض يرى أن هناك غضبا مكتوما لدى قطاعات واسعة في الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة ورفع الدعم عن الطاقة، عن الكهرباء والبنزين والغاز، تفاقم المشكلات المختلفة والديون المتراكمة. كل هذه المشكلات المعيشية والحياتية أدت إلى غضب مكتوم، إلى شعور جارف بالظلم وانعدام العدالة الاجتماعية. وبالتالي عندما جاءت مزاعم الفساد وحديث عن فساد وبناء قصور فخمة في وقت يعاني فيه ملايين الناس معاناة شديدة من أجل التعليم والعلاج وأبسط احتياجات الحياة، لاقت صدى عند قطاع من الجماهير وبالتالي تفاعلت معها. هناك رأي آخر يعتقد بوجود خلاف داخل السلطة، بعض الصراعات بين أجنحة في السلطة، وهذه الصراعات على السلطة أو بين أجنحة السلطة هي السبب في كل ما يحدث. هذا رأي آخر في تفسير ما يحدث الآن في مصر. نبدأ بالحديث عن المشكلات القائمة. فضفضة ميس مشاركة تقول: في خضم غلاء الأسعار وازدياد الفقر ونقص الخدمات العلاجية تم تسريب قصة بناء القصور الباذخة، فكيف سيتفهم الفقير أن بناء القصور الرئاسية هو الأهم والأكثر إلحاحا من التعليم والطبابة؟ أحمد مؤذن يقول: هناك حراك داخلي منذ فترة، وفيديوهات محمد علي والجهات الخارجية في صف واحد، واضح أن الجهات الخارجية استغلت فيديوهات محمد علي وركبت الموجة. أيمن المصطفى يقول: الاحتمال الأقوى أن يكون هناك صراع على السلطة كما حدث في أواخر عهد مبارك، محمد علي لم يأتي بجديد لكن فقط أخرج للإعلام ما كان الناس يتداولونه بالسر.
الصادق عبد الكريم يقول: محمد علي له تأثير إيجابي في تحريك الشارع المصري الذي كان صامتا ومتخوفا. الثورة تحتاج إلى شخصيات لها تأثير في المجتمع لكي تكسر حاجز الخوف وتندلع الثورات. مريم أبو حنة تقول: من حرك الشارع المصري في 25 يناير هو من يدير المشهد الآن، وطبعا رجوع وائل غنيم للساحة يثبت بالدليل القاطع أن المحرك ما الداخلي، يعني تحدث عن صراع داخلي أو قوة داخلية هي تحرك الشارع الآن بسبب الخلاف مع النظام. لكن هل نحن أمام حراك محدود ولا من المتوقع أن يزيد؟ يعني هذا ما يشغل جميع المتابعين، هل ما حدث هو مجرد زوبعة في فنجان، مجرد ليلة من الغضب، أم أن هذا الأمر سيتمر وسوف يتفاقم، خاصة هناك دعوات للتظاهر في الجمعة القادمة والأسابيع القادمة. يعني هناك من يرى كما ذكرت أنه مجرد حراك سريع ورد فعل سينتهي، والبعض يرى أنه سيستمر وسيطول وسيكبر في المستقبل. مثلا شعبان صالح كتب يقول: حتى الآن هو حراك محدود يتسع أو ينحسر حسب تعامل القيادة السياسية مع التذكير بأن فشل إدارة الأزمة في عهد مبارك هو الذي أدى إلى ما بعد 25 يناير. عصام البرنس يقول: هي مظاهرات محدودة ولكن قد تتسع مستقبلا بسبب تزايد الفقر والفقراء. صلاح فرعوني يقول: هناك قرار في جهة ما بالتخلص من السيسي لاحتواء إمكانية تحرك شعبي حقيقي، ربما ليس قريبا جدا ولكن كان متوقعا وكان سيحدث. أسامة طه يقول: الإعلام الحقيقي أصبح في أيدي الناس، يديرونه بالأصبع وبكل حرية، أصبح سلاحا فعالا بدليل أنه حرك الجماهير في أكثر من دولة. بالطبع المشاركة هذه تشير إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي الكبير في كل ما حصل، رغم غياب شبه كامل الإعلام الرسمي، ولكن الإعلام غير التقليدي، مواقع التواصل الاجتماعي، كانت هي المحرك الفعال لكل المظاهرة. على ذكر مواقع التواصل، كيف كانت الصورة على تويتر؟ هناك سيل من التعليقات، سيل من الهاشتاجات، أهمها بلا شك هاشتاج ميدان التحرير الذي كان من أكثر الهاشتاجات تداولا في الأيام الماضية. هناك تعليقات كثيرة يعني ما بين اتجاهات مختلفة. مثلا أبو أحمد كتب يقول: إحنا شعب من أطيب الشعوب، لكن من يحكم هذا الشعب لابد أن يعي الدرس، تعامل مع الشعب بكرامة فهو يصبر ولا ينسى من أهانه. أسامة رشدي غرد قائلا: الثورة في حد ذاتها هي فعل استثنائي يعبر عن فوران المجتمع في مواجهة الانسداد السياسي واستعاضته بالقمع بديلا عن العدالة واحترام حقوق الإنسان. مريم الكعبي من الطرف الآخر تقول: مصر تنهض في جميع المجالات ولكنهم لا يتمنون النهضة لمصر ولا التقدم، مصر مستقرة ولكنهم يريدون لها الفوضى. يا ترى أن كل ما يحدث من مظاهرات هو في اتجاه الفوضى وهدم الدولة. أخيرا تغريدة تحمل ثورة 25 يناير يقول من غرد بها: إلى كل من ينوي تظاهر في الفترة القادمة، لا تكسير، لا حرق، لا سرقة، نعم للسلمية، نعم لتشجيع، نعم للهتاف. محمود شكرا جزيلا، سأعود إذا وردت آراء أخرى، لكن أرجوك دعني أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب المصري. سيادة اللواء أهلا بك. من تحدثوا عن هذه التظاهرات، من يؤيدها بالتأكيد طبعا، قال إنها كسرت حاجز الخوف، ويستدلون بذلك أن الدعوة بالأساس كانت أن يقف المصريون أمام منازلهم للاحتجاج، لكنهم تحركوا صوب الميادين، ما يشير إلى غضب كبير. ما تفسيرك أو ما تعقيبك على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا فندم نفكر بواقعية شوية وبعقلانية شوية. النهاردة لما صدرت الدعوات لحث الشعب على التظاهر، صدرت من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعملاء الخارج وأصحاب الأجندات الخارجية المدعومين من محور الشر الإيراني التركي القطري. النهاردة فندم لما نيجي نشوف كم الملايين اللي تم صرفها على الهاشتاجات وعلى الإعلام لتحريك مظاهرات في مصر، هنقدر نعرف قد إيه إن مصر دولة مستهدفة من أعدائها سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. لما نلاقي إن الدعوات دي كانت في يوم احتفال المصريين بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في الماتش الأخير، هنلاقي إن الدعوة نفسها كانت بتحدد ميعاد التظاهرة كان ساعة بداية الماتش ولم يخرج أحد، استغلوا خروج الناس في الاحتفالية نفسها، وده حصل وأنا شفته بعناية على طريق الكورنيش في اسكندرية، إن العربيات خرجت بعد انتهاء الماتش الناس بتحتفل، خرج مجموعة من شباب الإخوان المسلمين ومجموعة من الصبية الصغار الغير مدركين للظرف اللي بتعانيه أو الظرف اللي بتواجهه الدولة المصرية الآن،
استغلوا هذا الزخم واستغلوا هذه الزحمة والاحتفالية لإظهار أن هناك مظاهرات كثيرة في مصر. لا شك أبدا أن هناك مظاهرات قليلة حدثت في أماكن مختلفة ولمدة قصيرة جدا، وده يمكن اللي وضحته وبينت وسائل إعلام أجنبية أوروبية زي الرويترز والنيويورك تايمز، اتكلمت على مظاهرات خفيفة جدا حصلت في مصر. لما نيجي نتكلم يا فندم نقول كم عدد الأشخاص أو الأفراد اللي شاركوا في هذه المظاهرات، نلاقي ان انا عندي اصلا هنا جماعة الاخوان المسلمين لازالت هي موجودة في مصر. اللي موجود داخل السجون هي قيادات الجماعة، اللي هربانين خارج مصر هما رموز للجماعة، اما الهيكل التنظيمي كله موجود داخل مصر. لما يتحرك جزء بسيط من الهيكل التنظيمي ده ما ينفعش ابدا ان انا اطلق عليه ان دي مظاهرات الشعب المصري. ولا شك ابدا ايضا أن هناك مشاكل اقتصادية بيعاني منها فئة كبيرة من الشعب، ولكنهم مدركين حقيقة ما تواجهه الدولة المصرية، لأن الإخوان النهاردة وقوى الشر الغربية لا تريد إلا شيء واحد بس، هو إسقاط الدولة المصرية وإسقاط الجيش. طيب إذا المصري إذا كان الأمر بهذه الصورة سيادة اللواء، وهناك ثقة من النظام بالطرح اللي تفضلت به، لماذا يتم اعتقال كل هؤلاء؟ يعني بعض الجهات الحقوقية ترصد يا فندم أنا 400 شخص أنا لا أمثل النظام، أنا لا أمثل وأنا النظام لا أتحدث يا فندم. أنا أمثل الشعب عزيزي، أنا لا أتحدث إليك بصفتك ممثل للنظام، أنا أسألك وأنت تتابع أو تحلل، لماذا تم اعتقال 400 شخص تقريبا اذا كان هناك هذه الثقه؟ لما حصل يا فندم النهارده، لما حصل من يومين مظاهرات في فرنسا في قلب العاصمه الفرنسيه باريس من اصحاب السترات الصفراء، والدوله حشدت اكثر من 7000 ضابط وجندي لمواجهه هذه المظاهرات، وتم الاعلان رسميا في وسائل الاعلام الفرنسيه عن القبض عن 140 متظاهر فرنسي في قلب باريس، لماذا لم تخرج سيادتك وتتحدث؟ لماذا لم تخرج جمعيات حماية حقوق الإنسان التي أنا تدعي بالمناسبة أنا خرجت وتحدثت والجمعيات خرجت وتحدثت، لكن نحن نتحدث عن اعتقالات حتى في صفوف المحامين يا سيادة اللواء. يعني مهنور المصري التي ذهبت إلى، خليني بس أكمل أرجوك، مهنور المصري التي ذهبت لكي تدافع عن من حضرتك، اسمعني وبعد كده رد عليا. أنا بسألك، أنا برد على ما حضرتك ذكرته، يعني اعتقال حتى محامين بيدافعوا عن شؤون أو حقوق المعتقلين، هذا غريب يعني ما حصلش في فرنسا. لم يحدث هذا مطلقا، هذا كذب وادعاء من الجماعات المغرضة. لم يتم القبض على محامين، يعني لم يتم القبض على مهنور المصري، على بعض المتظاهرين. نعم يا فندم، لم يتم القبض على مهنور المصري، المحامية مهنور المصري يا فندم، لم يتم القبض على أحد عشان هو بيدافع. لم يتم القبض على أحد عشان هو بيدافع عن حد. ده موجود، أنا عندي قوانين بيتم تطبيقها على جموع الشعب المصري أي مكان، سواء إن هو مؤيد أو سواء إن هو معارض. من يخرج على النظام الدولة والنظام القانوني اللي بيكفله الدستور المصري بيطبق عليه القانون. النهاردة فندم سيبك حتى من الجماعات، من الإخوان المسلمين أو جماعات قوى الشر هي اللي حركت هذه المظاهرات. خلينا برضو نكون أكثر واقعية، النهاردة المظاهرات بتحصل في كل بلاد العالم. هو معنى أن أنا تحصل عندي مظاهرات النهاردة وبتحصل في فرنسا بقول إقالة الرئيس الفرنسي؟ النهاردة فندم الإخوان قالوها صراحة، إحنا مش عايزين نحكم بس أنتوا شيلوا السيسي واحكموا أنتوا. بعدها بشوية قالك طب شيلوا السيسي وهاتوا ضابط تاني غير السيسي. يا فندم النهاردة الشعب مدرك قد إيه هذا الرجل، قد إيه هذا الرجل، وبكررها تاني، انتشل الدولة المصرية من مستنقع الإرهاب ومن مستنقع الفقر ومن مستنقع اللي احنا كلنا عانينا بسبب ثورة 2011. طيب. وكلنا نعلم اللي بنعانيه النهاردة
بسبب 2011. طيب سيادة اللواء لأنك قبل أن تتوه بس من وجهة النظر هذه، لأنها وجهة نظر فيها بعض المنطق، يعني فكرة الخروج للاعتراض على أوضاع اقتصادية شيء، وفكرة الخروج لإسقاط النظام أو إزاحة الرئيس شيء آخر. خليني أخذ وجهة نظر بعض المشاركين عبر الهاتف في هذه النقطة على وجه التحديد. سهى من القاهرة، يا سهى أهلا بك. ربما فيما قاله اللواء عماد بعض المنطق في من يؤيد وجهة النظر هذه، إذا كان لك رد عليها. أهلا بالبي بي سي طبعا. يعني هو للأسف بيبقى دايما ده أراء الممثلين أو حتى المشتغلين بالمؤسسات الدولة اللي زي الشرطة والجيش، بيبقى ده للأسف دايما أنه بيبقى مش مع التظاهر خالص. بس هو اللي هو عماد عضو مجلس الشعب، يعني هو يفترض ممثل للشعب وليس ممثلا للشرطة ولا الجيش. طبعا يشرفني يعني ان انا ارد على سيادته، لكن انا بتكلم بس في حته انه يعني هي ادبيا كده المظاهرات هي تعبير سلمي عن الاعتراض. لو نفترض ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسوق مصر بعربيه بسياره احنا شايفينه انه ماشي غلط، واتكشفت لنا معلومات هو ذات نفسه اكدها، فبنقول له بنعترض نقول له لا معلش ما تمشيش في الطريق ده. هي المظاهرات ببساطة بتعمل الوظيفة دي. طيب جيد، لكن بالصورة اللي تفضلتي وقلتيها يا سهى جيد جدا، ومن حق الجميع ومن حقنا أن نعترض إذا تمت المطالبة بإيقاف هذا النوع من التظاهرات، لكن التظاهرات لم تقف عند هذا الحد، أو على الأقل هكذا يقول المؤيدون. التظاهرات طالبت بإسقاط النظام بالمجمل، وهذا يختلف كثيرا عما تفضلتي وذكرتيه. التظاهرات بتعلي السقف، يعني دايما بيبقى مسارها انها بتعلي السقف، وبعد كده بيبقى في استجابه من السلطه. السلطه بتطلب يعني طب ايه المطالب، تبتدي تستمع للاصوات المعترضه، بيحصل من هنا نقطه التقاء. لكن من الذي حرك هذه التظاهرات يا سهى؟ هذا عليه علامة استفهام أيضا. يعني يقال أن من أطلق شرارتها محمد علي المقاول أو الممثل المصري. هل تحركت التظاهرات لهذا السبب؟ هل يعمل بمفرده تعتقدي أم كما يقول المشككون؟ يعني يعمل بمفرده أو لا، طبعا يعني دي معلومة مش عندي الحقيقة، إنما أنا شايفة أن المحتوى الكلام بغض النظر عن شخصية محمد علي، محتوى الكلام هو اللي يعني يسبب شرارة. الرئيس لو أنا شخصيا يعني كمواطنة عندي اعتراض على الرئيس علشان نسبة الحريات، على بيع تيران وصنافير، على حاجات كذا حاجة، المحتوى كلام محمد علي أضاف لي أنه كمان في إهدار مال عام، أن في شبهة فساد، أن الفساد هنا بقى يعني بعد ثورتين ما نتحملوش، يعني مصر لا تتحمله. طيب خليكي معايا سهى. سيادة اللواء، إذا كان هناك تعقيب على وجهة النظر هذه تفضل. أنا برضو عايز أعيدها تاني على سيادتك. النهاردة هي المشكلة أن أنا عندي مشاكل سياسية واقتصادية، المطلوب أن احنا نقعد ونتحاور ونحلها ونعالجها، ولا أنا عندي مشكلة أن أنا عايز أزيح الرئيس السيسي عن, عن, عن رئاسة الدولة المصرية. النهاردة يا فندم الموضوع اللي هم بيحاولوا أن هم يوصلوه لكافة أجهزة الإعلام العالمية يمكن، أو يوصلوه للشعب المصري، ان انا عندي غالبية من الشعب المصري هم رافضين الرئيس السيسي. انا بقول لسيادتك ان الشعب المصري مدرك جيدا ما فعله السيسي من انجازات لا ينكرها احد. بنواجه فعلا عندنا مشاكل اقتصادية نتيجة القرارات الاصلاح اللي تمت في مصر في خلال الفترة الماضية، وتحملها الشعب المصري واعترف بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال ان الفضل في عملية الاصلاح الاقتصادي هو يرجع لتحمل الشعب المصري. وأعتقد أن في خلال الشهور القادمة هيحدث تحسن في الأحوال المعيشية للشعب المصري نتيجة قرارات الإصلاح الماضية. النهاردة فندم احنا بنوجه رسالة برضو لجماعة الإخوان وقوى الشر الخارجية، أن الشعب المصري ما يعانيه من مشاكل اقتصادية إلا أنه مدرك جيدا أن خروج الناس النهاردة
في الشارع بكثافة يؤدي إلى هدم الدولة المصرية. دعنا من الإخوان يا سيادة اللواء أو حتى من الخروج إلى الشارع الآن، إذا اتفقنا مع مقالة سهى أن الأمر يتعلق بطريقة إدارة الدولة ورضا المصريين عنها، نتفق كما تفضلت حتى وذكرت حضرتك أن هناك صعوبات اقتصادية كثيرة يا فندم يواجهها المصريون، ليس هناك نظام ملائكي. عندما يكون هناك إصرار رغم هذه الصعوبات الاقتصادية على بناء قصور باهظة التكاليف والمصريون بعضهم لا يجد قوته بشكل أو بآخر، هل تعتقد أن هذه طريقة يعني سليمة لا تستدعي الغضب؟ أنا يا فندم أنا مش غضبان والله، أنا لا أنا ما بقولش على حضرتك غضبان، أنا بقول على المصريين. طيب. بعض المصريين النهاردة بص يا فندم النهاردة بقول لحضرتك تاني، المشكلة ان انا عندي مشاكل اقتصادية واجتماعية بيعاني منها فئة كبيرة من الشعب، عندي مشاكل اجتماعية. طيب ما روحش ابني قصور بقى يا سيادة اللواء، هذه وجهة النظر اللي قالتها سهى. يا فندم في استراتيجية خاصة بالدولة، في عاصمة إدارية بيتم بنائها الآن بعيدة عن موازنة الدولة وبعيدة عن أموال الشعب، بل بالعكس دراسة الجدوى الخاصة بيها إن هي عشان تكسب وتجيب فلوس أعرف أضخها في التعليم وأعرف أضخها في الصحة. لما نتكلم النهاردة على الفقر في مصر برضو، هو أنا النهاردة الرئيس السيسي إيه اللي عمله مع الفقراء في خلال الست سنوات الماضية؟ لما يبقى عندي 3.2 مليون أسرة بياخدوا معاش تكافل وكرامة، لما يتعمل أكبر حملات طبية في العالم تمت في مصر، وهو حملة فيروس سي وحملة أمراض العيون وغيره 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 وغيره، لما نقول النهاردة أن أنا عندي دخلت 24,000 ميجا وات على الكهرباء في مصر، لما أقول النهاردة أن كانت مصر بتستورد الغاز حتى 2018 وأصبحت مصر النهاردة عندها اكتفاء ذاتي وبتصدر الغاز للخارج، لما أقول أن أنا النهاردة عندي مشاكل دولية وأن مصر موجودة في وسط منطقة ملتهبة من جميع الجهات وعندي الإرهاب بيحاصر مصر من جميع الجهات، لما أقول الجيش المصري النهاردة موجود وبيحارب نيابة عن العالم الإرهابيين اللي موجودين، لما ألاقي النهاردة أن حتى الجماعات الإرهابية النهاردة اللي موجودة، وأنا قلت الكلام ده في مقر حلف الناتو في بروكسل، أن الجماعات دي مين بيمونها ومين بيسلحها. طيب أنا أفهم من حضرتك إذا أن الأمر هو استراتيجية بعيدة المدى بحاجة للكثير من الصبر كي تعطي للمواطنين ما يريدونه من أوضاع معشية في القريب العاجل يا فندم. في طيب القريب العاجل جيد، خليني أسمع رأي محمد أرجوك. محمد من المنصورة على وجه التحديد أرسل بمشاركة مصورة، ومحمد وفقا لاختياره هو اختار ألا يظهر وجهه في هذه المشاركة، ويطرح هو بنفسه السبب. من المفترض أنني كنت سأجلس على هذا الكرسي، ولكن بصراحة العمر مش بعزاقة يعني، وانا مش بهزر على فكره، انا بتكلم بجد. احنا جاوبنا اسئله كتير على بعض الناس ضيوفكم قبل كده من واقع حياتنا الشخصيه واللي حصل لنا بعد تعويم الجنيه واللي انعكس اثره المباشر على حياتنا، يعني ما بنقولش حاجه بنرددها ولا ورا حد، احنا بنتكلم عن حياتنا احنا. يعني اخيرا اقول يعني عمرو اديب بيقول يعني ايه يعني يبني كم قصر؟ ماشي يا سيدي، هو مش بيبني عتبتين في جامع يعني، دي قصور بتتبني في صحراء بتتكلف مليارات ومبنية بقروض متحملة علينا وعلى أجيالنا الجاية يعني، فالرحمة شوية. طيب ده رأي محمد بن المنصورة. سيادة اللواء وفقا لحديثك السابق، لا أريد أن أقفز بالتأكيد على رأيك، لكن أتصور أنك تتوقع أن هذه التظاهرات لن تستمر، أو هي تظاهرات محدودة، صحيح؟ لا يا فندم، أعتقد أنها لن تستمر هذه المظاهرات. على أي أساس؟ وإذا استمرت هذه المظاهرات بنفس الأعداد دي أقول لك على أي أساس. أولا يا فندم، أنا نائب دائرة شعبية ودائرة فقيرة، وهي دائرة كفر الدوار في محافظة البحيرة. أقسم بالله العظيم زي ما بقول لحضرتك كده، أن الناس الفقيرة نفسها جات لي المكتب وقالت لي أن مر علينا ناس في البيوت تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وقالوا لنا لازم تخرجوا الشارع ولازم تتظاهروا، وهم هيمنعوا عنكم العيش وهيمنعوا عنكم التموين وهيمنعوا كذا وكذا وكذا وكذا، ورفضنا. والله العظيم ثلاثة الناس جات لي بتقول لي احنا عايزين نخرج في الشارع، احنا تعبانين وبنعاني، احنا بنعاني، وانا بعترف لحضرتك ان انا عندي شعب فقير بيعاني، ولكن النهاردة الناس برضو عندها وعي كامل وفهمة ان عملية الخروج للشارع النهاردة هيؤدي لنزيف من الخسائر في الاقتصاد المصري. النهاردة شفنا السياحة رجعت لمصر، النهاردة شفنا الاستثمارات الأجنبية ابتدت النهاردة تشتغل في مصر كويس جدا،
النهارده شفنا الاقتصاد المصري ونمو الاقتصاد المصري وبيشهد به كافه الاجهزه الاقتصاديه اللي في العالم ومؤسسات الاقتصاديه اللي في العالم كله. النهارده فندم الشعب مش عايز يفرط في الانجازات اللي تمت، وعنده امل في خلال الشهور القادمة والسنوات القليلة القادمة ان يحصل تحسن في مستوى معيشة المواطن المصري. وانا بأؤكد لحضرتك النهاردة ان في خلال الشهور القادمة هيحدث تحسن كبير في مستوى معيشة المواطن المصري. عندنا بعض القرارات الخاطئة اللي تم اتخاذها من قبل بعض وزراء في الحكومة، امثال وزيرة الصحة، امثال وزير التموين، امثال وزيرة الشؤون التضامن الاجتماعية. اعتقد يا فندم ان البرلمان، وتحدثت انا شخصيا مع رئيس البرلمان ووعد ان احنا هيكون في حساب ورقابة شديدة جدا في خلال العام التشريعي القادم، ووقفة مع هؤلاء الوزراء، لان احنا معبرين عن الشعب المصري، نقعد نتكلم ونتحاور، لان احنا ليس لنا بديل غير النقاش والحوار. ما عندناش البديل الآخر اللي بيدعو بيه الجماعات الإرهابية وقوى الشر العالمية، إن احنا نهدم الدولة على دماغنا، لأن احنا جربنا ومش هنجرب تاني، ومحدش هيركب على كتاف المصريين تاني، ومحدش هيسوق المصريين تاني. شكرا جزيلا على المشاركة والتواجد معنا، اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب المصري، كان معي عبر الأقمار الصناعية مباشرة من القاهرة. جزيل الشكر على المشاركة معنا. ربما تستطيعون أن تستمروا بالإدلاء برأيكم على نوافذ نقطة حوار الإلكترونية المختلفة، سواء تويتر أو فيسبوك أو حتى الموقع الرئيسي، إذا أردتم أن تستمروا في الحديث عن هذه القضية، التظاهرات التي خرجت في مصر ومستقبلها على وجه التحديد. هل من المتوقع أن تستمر، تزداد وتيرتها، أم كما قال ضيفي منذ قليل هو يتوقع أنها ستنحسر؟ هذا هو بديل التصويت أونلاين، لكن أيضا خطوط الهاتف المباشرة تفتح مرة أخرى على الهواء مباشرة عبر راديو بي بي سي. معي أنا محمد عبد الحميد، بعد قليل.